طب نروح لهرجتنا. ماشي. انت متخيل انه في حاجه في الهند او مهرجان؟ طبعا احنا نعرف انهم عندهم كل الاشياء الغريبه العجيبه، ايوه، بس توصل انه لدرجه انه يكون في مهرجان لضرب الزوج عشان تقدر تقيسي في مدى شجاعه زوجك؟ مين اللي يضرب الازواج؟ احنا الستات يعني ولا يجيبوا له عصام كده اسفه؟ اوكي، تكون مثلا مغلوله وكده ومفروسه من زوجك، ايوه، تاخذي زوجك في المهرجان ده حق الهند، أيوة. واضربي لا تضربي. استني استني، هذول السيدات متجمعين بس والله خطر يا جماعه، شوفي قديش كترهم يعني. لا يعني، يعني انت متخيله مثلا انه في يوم في السنه تمسك العصايه ولا الخيزرانه وتطيح ضرب في زوجك؟ ايوه، عشان يا جماعه ترى والله هذا انا اشوف انه ضد حقوق الانسان، انا اسفه بس هذا وفي احتفال ومهرجان. شوف الضرب مباشر؟ لا هو ما هو ضرب مباشر، اعتقد انها انه ماسك شغله وقاعد يضرب، قاعد تضرب الزوجه، لكن الحمد لله على نعمه العقل والدين والاسلام، يعني هذه لحالها فيها في نوع دروع من الاهانه، لكن غريب بيقولوا أيوة. في دروع، وبعدين عارفه الشعور هذه الدروع اللي ماسكها اقدر اتحمل واقدر اصبر عليكي. طب اسمعي، من جد من جد، انت لما تكوني تحسي نفسك انك انت مفروسه من احد ولا مغلوله من احد، ايش اكثر حاجه ممكن تعمليها انك انت تعبري عن غضبك وتسوي بس مسموح لك انك انت تضربي؟ اتجاهل. سيبيكي من التجاهل. لا ما اضرب. يعني مثلا انا احس انه انا مثلا لو حصل انه انا اكون مثلا انا ملاحظ انه ريم عجبها الموضوع انا انا على طول اجر الشعر. يجر الشعر ها؟ اي يعني احس كذا جرة الشعر كذا انك تمسكي احد من شعره هي اللي خلاص هي تغنيك عن الضرب. ايوه تغنيك عن الضرب. واذا كذا مشكله لو ما في شعر اصلا حتى حالها. يعني مشكله. يعني في ناس على طول ما عندها حوار، على طول ما تشوفي غير اليد بتسلم على الخد. أيه. كف. أيه. صح. في ناس مثلا ممكن تمسك من ملابس. انا احس اللي ممكن يفرغ طاقتي لو حصل لي انه انا اضرب، طبعا هذه يعني مستحيل تصير. أيه. بس لو انا مثلا حصل انه انا ممكن اضرب احد ممكن من شعره على طول، هذه ابسط طريقه. انا احس انه الكلمه يعني جديره انها هي تديك ذيك العلقه الطيبه. ها. واحترم جدا صلاه اللسان. صلاه اللسان؟ صح. انا اكثر شيء عجبني انه الستات كانوا مغطين وجوههم. يعني مثلا واحدة تيجي تجيب صاحباتها وتجيب بناتها، هو ده اللي حاصل بالضبط، ويلا ممكن تعالوا تعالوا خلينا نضرب يعني تعالوا نضرب زوجي، كلهم مثلا مفروسين من زوج السردي تحديدا. من جد. طيب خلينا كمان نطلع فاصل اكيد وحنرجع نكمل باقي الفقرات.